مش كامل الوزير. اهلا بيك يا سياده الوزير. اهلا بحضرتك استاذ نشأت، ومبروك لحضرتك وكل المشاهدين وكل المصريين على الانجازات اللي حضرتك شفتها النهارده. بهنيك يا معالي الوزير على هذه الانجازات وهذا الطرح وهذا الشرح الرائع اللي اسعدنا جميعا واعتقد اسعد قلوب المصريين. النهارده معالي الوزير يعني حزمه المشروعات اللي تم افتتاحها وتم المرور عليها النهارده ربما لا يعلم الكثيرون ما تم من بنيه تحتيه للوصول الى هذا الشكل وهذه الصوره، لكن هاخد كلمه الرئيس اللي قالها لك النهارده يا سياده الوزير، احنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا والمسار اتغير. تفسر لي الكلمتين دول بايه في ضوء ما جرى اليوم في ميناء الاسكندريه؟ انا تحت امر حضرتك، بس قبل ما تفسر النقطه دي عايز اشير لحاجه حضرتك برضه قلتها دلوقتي. احنا مصر دلوقتي داخله في عصر جديد بمفهوم جديد بكل حاجه، كل حاجة مخططة ومخططة بعناية شديدة جدا. الموضوع ما بيتعملش ان انا بعمل هنا ميناء لوحدها وهنا ميناء لوحدها وهنا طريق لوحده وهنا سكة حديد لوحدها، لا ده احنا زي ما حضرتك سمعت النهاردة احنا بنعمل تنمية مستدامة للدولة، وعايزين عندنا هدف اسمى وهو ان نخلي مصر دي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. طب نحط تحت دي 10 خطوط. طب عشان اخلي مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات لازم اطور الموانئ المصريه من حيث عدد الارصفه والاعماق بتاعتها عشان تستقبل الناقلات العملاقه وارصفه متعدده وارصفه متخصصه عشان نستقبل كل احنا تجارتنا تقريبا 90% من تجارتنا ال 170 180 مليون طن في السنه كلهم تقريبا صادر ووارد. احنا فين من حركه الترانزيت؟ وفعلا عشان نبقى فعلا مركز التجاره العالمي لازم يكون عندنا محطات متعددة ومواني تشتغل أساسا للترانزيت، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، بنطور مواني وبنطور طرق بتخدم هذه المواني وبنطور سكك حديدية تخدم هذه المواني وبنطور يعني طرق ملاحة نهرية سواء ترع أو سواء قنوات أو سواء نهر النيل أو عشان تخدم المواني فيما يسمى بالنقل متعدد الوسائط. صحيح. أي ميناء في العالم عشان الميناء دي تزود حركة تداول فيها لازم حاجتين مهمين جدا النهارده اتكلمنا فيهم. احنا كوزاره نقل بنزود الارصفه ونزود الطرق اللي بتتحرك عليها البضاعه اللي خارجه جاريه من المينا عشان ما تقعدش. احنا دلوقتي يعني مستهدفين ان البضاعه تنزل من على المركب على السكه الحديد او على الشاحنه او على الصال في النقل النهري وتجري تخرج بره المينا عشان نفرغ بسرعه عشان سرعه التداول تزيد. احنا مركزين على ده رقم واحد. رقم اثنين، شركائنا في المواني وزاره الماليه بتعمل اجراءات زي حضرتك شفتها النافذه الواحده والاي سي اي والجمارك تطور الجمارك عشان البضاعه ما تاخدش وقت كتير في المواني. يبقى احنا كده بنطور موانينا سواء مواني او يعني البنيه الاساسيه بتاعت المواني اللي هنتكلم عليها بقى في رد على سؤال حضرتك او نظام الاجراءات والتشغيل في المواني، وبنربطها بكل المواني الجافه اللي احنا بنخلي ليها والمناطق اللوجستيه اللي احنا برضو بنخلي ليها والمناطق الصناعيه اللي احنا المنطقه الصناعيه اصلا قايمه على استيراد خامات ومواد خام تصدير منتجات وتصدير المنتج بتاعها. صحيح. فنقوم لما نعمل نربط المنطقه الصناعيه دي سواء في السادات او العاشر من رمضان او في اكتوبر او في العبور او غيره مع المواني اللي هتصدر منها او اللي تستقبل منها المواد الخام، يبقى انا بعمل ما يسمى بالمحور اللوجستي، ربط ميناء بحري مع ميناء جاف مع منطقه صناعيه مع منطقه لوجستيه. ده محاور نزود حركه الصناعه، نزود حركه التجاره، نزود حركه الصدر والوارد ونزود الترانزيت اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنروح له. ده فكر الدوله بتشتغل فيه بقالها فتره وبنخططه بقالنا فتره، وانا الاوان ان احنا نعلن عنه عشان اهلينا يشوفوا رئيسهم بيتمنى لهم ايه وحكومتهم بتخطط لهم ايه عشان فعلا زي ما قلت في اخر كلمتي كي تتبوأ مصر فعلا موقعها بين دول العالم. صحيح. ارجع بقى للي حضرتك بتقوله، برضه كان من اهم التوجيهات اللي خدتها من سياده الرئيس، على فكره مش من اول ما تعينت وزير النقل، لا ده من اول ما تعينت رئيس هيئه هندسيه و سياده الرئيس شرفني بهذا المنصب سواء في الهيئه الهندسيه وهنا. الفكر والتوجيه ليا ان احنا بنعمل حاجتنا بايدينا، دي ليها اكتر من مردود واكتر من سبب واكتر من عائد على الشعب المصري واقتصاد مصر. انا بعمل حاجتي بايدي يبقى انا بشغل ناسي، بشغل شركاتي، بشغل استشاريني زي ما حضرتك شفت النهارده، فلوسي من عندي بدل ما بستدين من البنوك الدوليه. طب ما ناخد من البنوك المصريه، حركه الودائع في البنوك المصريه
وعندي في البنوك المصريه بسم الله ما شاء الله في ودائع موجوده وفي ارصده موجوده اخدها اشتغل بيها، يبقى انا حتى لو انا اديت فايده هديها للبنك المصري، طب لو انا اديت فلوس هديها للشركه المصريه، طب لو الفلوس بتاع الشركه المصريه تروح يمين لعمال ومهندسين مصريين. صحيح. يبقى كلنا بنحرك الاقتصاد المصري، وكلنا زي ما سياده الرئيس قال بناخد من الجيب ده للجيب ده. النقطه الثانيه المهمه جدا، ان انا النهارده لما كنت باجي انا يعني هو ده كان اللي موجود، يعني سياده الرئيس النهارده بادب شديد جدا كعادته قال يعني ده مش عيب في اللي قبلنا، هو كانت ظروفهم كده ودي حقيقه، يعني احنا مش هنقول هم ليه ما كانوش بيعملوا كده، يعني ما كانش في جايز فكر، ما كانش في تخطيط، ما كانش في الامور الماليه يعني ميسره زي دلوقتي، او بنحاول دلوقتي نيسرها. فاحنا لما نعمل كده، لما ننشئ المينا ما يسمى بالانفراستراكشر بتاع الرصيف او بتاع المحطه، أيوة، بفلوس مصريه وبشركات مصريه، انا كده دلوقتي بعظم قيمه المحطه، بدل ما يجي شركه، مع احترام لكل الشركات العالميه اللي بتشتغل معانا وكلهم يعني متعاونين معانا وكلهم اصدقاء لينا، سواء شركات صينيه، شركات المانيه، شركات هولنديه، كلهم علاقاتنا بهم كويسه، وفرنساويين وغيره، بدل ما هو يجي ياخد حته ارض خام كده هو اللي ينشئ المحطه في الوقت اللي هو عايزه فيها وبالفلوس اللي هو عايزه اللي عايز يحطها فيها ويشغلها وقت ما يشغلها، وبعدين في الاخر يعمل معانا عقد حق انتفاع، وفي الاخر يقول لنا ايه انتوا لكم حد ادنى من التداول. يعني احنا المحطه دي مفروض مثلا تشغل مليون 2 مليون، واحنا عايزين يبقوا 3 مليون حاويه في السنه، يقول لك هو الحد الادنى نص مليون، يعني جبناهم ما جبناهمش دخلوا فلوسهم. لا خلاص الكلام ده انتهى، انا عايز اوصل بتتحول المواني المصريه الى اماكن معطله. طبعا بالظبط كده، الله ينور على حضرتك. اذا احنا مش عايزين اماكن معطله واخد فوتات وخلاص، لا صحيح. ده انا عايز المينا طاقتها القصوى 3 مليون حاويه، اشغل ال 3 مليون حاويه، يبقى انا بشغل ناس اكتر، يبقى انا بجيب دخل اكتر، يبقى انا بشغل عمال ومعدات اكتر، يبقى انا بجيب عائد على مصر اكتر، يبقى انا بخلق فرص الموانئ يا استاذ نشأت، بتشغل حاجات تانية جنبها، بتشغل مزارع عشان تصدر منها، بتشغل مصانع عشان تصدر منها، بتشغل حركه طرق وحركه سكه حديد، كل ده بتشغله. يبقى اذا انا لازم اعمل موانئ الانفراستراكشر ده. احنا كمان ويمكن انا زودت النهارده مع يعني في نهايه كلامي، ما كنتش عايز اقول الكلام ده كله لحد ما نيجي نفتتح الكلام ده وتشوفوا ساتك بقى ان احنا ازاي شركه مصريه، الشركه المصريه للمحطات المتعدده الاغراض، شركه مملوكه لثلاث جهات مصريه، لوزاره النقل ووزاره قطاع الاعمال وهيئه قرار السويس، بتحط ارصدتها كلها فيها، بتجيب حتى معداتها، وبعدين بنجيب توكيل او خط ملاحي او شركه اداره عالميه زي سي ام اس جي ام الفرنسويه عشان يا دوب تشغل وتدير. ده مش كده فقط، لا ده احنا بنشاركها في التشغيل والاداره، بحيث ان انا المهندسين والفنيين ياخدوا الخبره بعد 15 سنه. والله لو انا بقيت عندي خبره ولو بقاش عندنا 15 سنه خبره ندير محطاتنا بنفسنا، يبقى احنا اللي نستاهل بقى ولا مؤاخذه. صحيح. يبقى احنا بعد 15 سنه لازم نكون نمتلك الخبره واحنا نشغل محطاتنا. طب هي الناس دي هتزعل مننا؟ ابدا، هم الناس دي ناس محبين لينا وناس عايزين تنميه، ونقول لهم دايما احنا مش هننافس فرنسا ولا ننافس المانيا ولا ننافس الصين، ولكن عايزين نقرب منكم، عايزين ننمي بلدنا زي ما انتم نميتوا بلدكم، وبيساعدونا صدقني ما بيتضايقوش، وعاملين عقود شراكه مع اكبر التوكيلات العالميه سي جي اهو بقول سي ام اي في دمياط، عاملين مع يورو جيت وكنت شيب وهابج لويد اكبر خط ملاحي عالمي في دمياط، كل دول طبعا هاتشسون الصينيه معانا في الدخيله ومعانا في السخنه، كل دول داخلين معانا في السخنه. لما انت بتعمل المحطه بتاعتك بيجي لك بقى خلاص بيقول لك ده الناس دي جادين فعلا، ده الناس دي قادرين، ده زي ما هم قادرين يعملوا محطاتهم ويشغلوها بمعداتهم بامكانياتهم الذاتيه، لا ده مصر دي حاجه ثانيه وراح حته ثانيه، يلا نروح معاهم. صحيح. يلا نروح معاهم. سيادة الوزير، انت عندك حلم تبقى مينا اسكندريه ولا العين السخنه تبقى زي روتردام او جبل عالي امتى؟ انا عندي حلم اكبر من كده يا استاذ نشأت، انا عندي حلم ان كل الموانئ المصريه تبقى زي الاثنين مينا اللي حضرتك قلت عليهم دول، انا مش عايز يعني نبقى زيهم واحسن منهم. احنا ليه مش احسن منهم؟ احنا مصر يا استاذ نشأت، احنا مصر اللي حدودها الشرقيه البحر الاحمر 1000 كيلو والحدود الشماليه البحر المتوسط 1000 كيلو، طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت على ناصيه افريقيا، انت عندك قناه السويس، انت النهارده بتطوير مينا السخنه، بس احنا ما بنقولش الكلام ده كتير، ما بنقعدش نتكلم فيه كتير،
بتطوير ميناء السخنه زي ما انت شايف 12 كيلو كان فيها 8-3 كيلو ارصفه، وفاضل 6 كمان 6 كيلو هنعملهم وقت ما نحتاج نعملهم. لما يبقى عندك ميناء سخنه، الميناء السخنه بالمنظر ده كده فيه 18 15 كيلو ارصفه دلوقتي و6 يعني 21 كيلو اجمالي، هيتحول اكبر ميناء في البحر الاحمر، في البحر الاحمر، ثم ميناء اسكندريه الكبير زي ما حضرتك شفت بقى كده، اسكندريه والدخيله والميناء الاوسط في نصهم في النهارده 25 كيلو ارصفه كمان زي ال 25 كيلو تحت، ويربطهم القطار السريع اللي زي ما في ناس كتير يعني قنوات عربيه وصحف عربيه ومجلات عربيه وقنوات تلفزيونيه مصريه مشكورين سموها، ودي حقيقه، قناه السويد جديده على قضبان. النهارده يبقى عندك انت البضاعه تنزل في ميناء السخنه تجري على يعني تعدي قناه السويس، طبعا احنا ما بننافسش نفسنا ولكن احنا بنساعد قناه السويس، احنا بديل لقناه السويس، احنا بندعم قناه السويس، احنا بندعم قناه السويس، ده بتاعتنا، ده بيتنا، ده بلدنا، صح. ولكن احنا لما نعمل قناه السويس جديده على قضبان زي ما اتقال دي فعلا الحقيقه، بربط اكبر ميناء على البحر الاحمر في حوض البحر الاحمر كله، ميناء السخنه بميناء اسكندريه الكبير اكبر ميناء في شرق البحر المتوسط ان شاء الله، كل الناس جايين لنا يا استاذ نشأت، وهتشوف الفتره اللي جايه جايين على يعني الخطة اللي بتشوفوها في مصر، جايين على مصر واعدة، مصر فيها إمكانيات وفرص واعدة، فيها رئيس هو عارف بيعمل إيه، صحيح. عارف وبيتمنى الخير لبلده والخير لكل الناس على فكرة، إحنا مصر ما بنعملش كده عشان نتحدى حد أبدا، إحنا بنعمل لنفسنا، طب جيراننا يبقوا معانا أهلا وسهلا، صحيح. مفيش إحنا لا نعادي حد ولا بنقطع على حد ولا بنقفل موانئ حد ابدا، احنا صحيح. بنرتقي بموانينا، بنرتقي بمناطقنا الجافه، بنرتقي بمحاورنا اللوجستيه عشان ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله، وزي ما تعهدت النهارده قدام سياده الرئيس اللي كلفني وشرفني وحط المسؤوليه في رقبتي، انا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني انا وزمايلي في وزاره النقل اللي بشكرهم من كل قلبي، ونبقى فعلا قد المسؤوليه ونخلي 20، مش عايز اقول لك مش هنستنى 2024 زي ما سياده الرئيس النهارده وجه 2023 في نهايتها ان شاء الله باذن الله، يبقى عندنا محاور لوجستيه على اعلى مستوى تربط كل المواني بالمناطق الصناعيه بالمناطق الجافه او بالمواني الجافه، كل ده ان شاء الله باذن الله 2023 نهايته يكون عندنا كل هذه المواني والمحاور اللوجستيه ان شاء الله باذن الله. معلش مع الوزير انا بس عايز اركز على نقطه مع حضرتك، لانه ما يجري في قطاع النقل واللوجستيات والاعمال المينائيه في دول قائمه عليه زي سنغافوره زي هولندا مثلا، فانت لما حطيت ايدك في الملف والرئيس فتح الملف ووجه فيه، ده بعد جديد ربما يناظر قطاع زي قطاع السياحه او قطاع زي قطاع التصدير، وربما هناك دول قائمه عليه، فالاهتمام بقطاع اللوجستيات والنقل والمواني يستحق منا الاهتمام اكبر من ذلك بكثير. زي ما حضرتك قلت طبعا ده يعني في دول كبيره ودول يعني محبه لينا واصدقاء لينا، دوله كل اللي فيها مينا، دولة قائمة، حضرتك تعلم ذلك طبعا، دولة قائمة في شرق آسيا على مينا فقط، ولكنها من أكبر مواني العالم، محركة اقتصاد الدولة دي، أو هي الدولة اللي اقتصادها كله بتبني على هذه المينا. طب إحنا مصر بقول لحضرتك إحنا على خطوط، أولا غير إن إحنا البحر الأحمر والمتوسط، إحنا على خطوط الملاحة الدولية ما بين نقطة تجمع، إحنا محطة دولية طبعا، الشرق الأقصى والشرق الادنى ثم الشرق الاوسط ثم الخليج، كله بيعبر الى اوروبا والى امريكا من خلال مصر ومن خلال قناه السويس. احنا ليه ما نستغلش هذا الموقع الفريد اللي ربنا حبانا بيه، وده فعلا احنا مخططين لكده، واطمن والمصريين يطمنوا زي ما قلت حتتك كده، عندنا رئيس مهموم بمشاكل بلده، عايز بيحلم لبلده، وحكومه يعني برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي، وانا من خلال برنامج حضرتك بوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي شخصيا وكل اعضاء الحكومه المصريه، والله العظيم يا استاذ نشأت مش عشان انا عضو في هذه الحكومه، هذه الحكومه بتعمل ليل نهار فعلا عشان خير بلدها، وفي تعاون غير 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 مسبوق ومنقطع النظير. انا ما ارفعش السماعه واكلم اي وزير من زمايلي اقول له انا عايز اوصل الكهرباء بكره الحته الفلانيه توصل، انا عايز نخلص القرض الفلاني مع البنك الدولي يخلص، انا عايز اعمل كذا في وزاره التخطيط يخلص، الماليه كذا يخلص، كل الوزراء الحمد لله بشكرهم من خلال حضرتك كلهم بيشتغلوا معانا في منظومه واحده، كلهم عارفين مصلحه بلدهم، كلنا
بنشتغل فريق واحد وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله لمصلحه بلدنا ومصلحه المصريين. وانا من خلال البرنامج بشكر حضرتك معالي الوزير وبشكر اعضاء الحكومه وبشكر السيد الرئيس، لانه فعلا احنا كنا في امس الحاجه الى من يعمل بقوه ووعي. شكرا معالي الوزير كامل وزير النقل.